يا رسول الله، من أحق الناس بشفاعتك يوم القيامة؟ سؤال جميل والله. سيدنا النبي كمان رد على سيدنا أبي هريرة ردا أبلغ، فقال له: والله يا أبا هريرة، ظننت ألا يسألني عنها غيرك. الله، عارف أن ما حدش يسأل السؤال ده إلا أنت. ليه؟ لأنه مريد، طالب علم، عنده نهم، اللي بيحب عايز يعرف. لكن دي بنت السلطان. أنت النهاردة على موعد مع الشفاعة، ما سألتش ليه، إزاي أعمل إيه عشان أنال الشفاعة. فسيدنا النبي قال له: يا أبا هريرة، ظننت ألا يسألني عنها غيرك. فقال: يا أبا هريرة، أحق الناس بشفاعتي يوم القيامة من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه ونفسه. سمعنا الكلام ده طبعا، وسيادتك وأنا وأنت وكلنا، لبلا لا إله إلا الله. لا حاسب، مش هي دي يا بابا، أنت قريت غلط. زي عدتك، ما أنا قلت لك إنك محبوس جوه مواقع التواصل وقافلين عليك الباب، مش عارف تطلع من العالم الافتراضي ده. أنا عايزك تصحى معايا، خليك طالب علم، تذوق، اشرب. قال: خالصا من قلبي. وإيه؟ طب خلص من قلبه ازاي؟ طب خلص من نفسه ازاي؟ مش نفهم ولا كلام بنرص طوبه وخلاص؟ أقول لك، قال: من قال لا إله إلا الله خالصا من ايه؟ من قلبه وايه؟ أقول لك شروطه بسرعة. خالصا من قلبه، أي لا يمن بها على الخلق، وخالصا من نفسه لا يمن بها على الحق. الله 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 الله. يعني ايه بقى؟ تخلصها من نفسك يعني ايه؟ يعني ما تمشيش بقى في الدنيا حاسس ان انت الذاكر الوحيد والناس كلها ولاد لذينه بقى مش نافعين. يعني ما تستكبرش بيها على الناس عشان لمجرد انك ذاكر، وتعمل لي فيها سياده العارف بالله وسياده الوالي وكل ما حاجه تحصل. شفت الكرامات بتاعتي؟ من قال لا اله الا الله، قال مالها بقى؟ قال لها شرطين: خالصا من ايه؟ من ايه؟ طب تخلصها كيف من قلبك؟ قال: لا اخلصها من قلبي، لا امن بها على الحق. خلصها من نفسي، لا اتطاول بها على الخلق. مش عشان انا اذاكر ابقى كله كافر. فهمنا ازاي؟ ودي لا تتأتى إلا على يد حكيم يدربك ويذكر لك ويزكيك. يا نازلين منازل الأسياد، يا طالبا سلمى وحي سعاد، اختر أمامك سيدا يحميك من طرد ومن إبعاد، يحميك من طرد وإيه؟ ومن إبعاد. أصل هذا الطريق من يضلل الله فما له من هاد، ومن يضلل في سورة الكهف فلن تجد له وليا مرشدا. يبقى أنت محتاج هاد وولي مرشد، عايز أستاذ، عايز حد يذاكرها لك. من عارفها؟ إيه هي اللي أنت عارفها؟ لا إله إلا الله اللي عارفها. أمال بتغش في الميزان ليه؟ أمال بتسيء لجارك ليه؟ أمال بتشتكي زميلك في الشغل ظلما وعدوانا عايز تخرب بيته ليه؟ أمال بتحقد على غيرك ليه؟ أمال بتتطاول على الناس ليه؟ أمال بتظلموا الناس ليه؟ أمال بناخد رشاوي ليه؟ يا أهل لا إله إلا الله، ابحثوا عمن يسقيكم مشاربها. ولذلك سيدي عبد القادر الجيلاني قال: يا ولدي كيف تقول لا إله إلا الله وفي القلب صنم؟ كل واحد فينا جوه قلبه حاجة متمكنة منه مش عارف يتخلص منها. اصحى، إذا ما قدرتش على نفسك شوف حد من الصالحين، زور الصالحين وجالس الأولياء، فإن لنظراتهم أسرار. كما لا ننكر نظرة كما لا ننكر نظرة الحسد جهلا إن أنكرنا نظرة المدد.